وزير المالية محافظ مصر لدى البنك، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دولة رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، رئيس بنك التنمية الجديد الرئيسة سيدة ديلما روسو، معالي وزيرة التعاون الدولي الدكتور أنيل المشاط، الضيوف والمتحدثين الكرام، السيدات والسادة، إنه من دواعي سروري أن أرحب بكم جميعا في القاهرة في العاصمة الإدارية الجديدة، وهو دليل على التطور المستمر الذي استشهده مصرنا الحبيبة وسط التحديات المتعددة والفرص الجديدة التي يتم خلقها في وسط كافة الأحداث التي يشهدها عالمنا في الآونة الأخيرة. ويشرفني بشدة بوصفي محافظ مصر في بنك التنمية الجديد أن أخاطبكم جميعا ونحن نبدأ رحلة لاستكشاف آفاق جديدة وتعزيز جهودنا الجماعية نحو التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي. لعب بنك التنمية الجديدة منذ إنشائه دورا محوريا في تلبية احتياجات البنية التحتية والتنمية المستدامة للاقتصادات الناشئة وخاصة الدول الأعضاء للبنك، حيث أنها شهادة على قوة التعاون المتعدد الأطراف والرؤية المشتركة للدول الأعضاء. وفي هذا السياق فإن تعاون مصر مع بنك التنمية الجديد والذي انضمت مصر له ليس مجرد شراكة استراتيجية ولكنه التزام بتعزيز النمو الشامل والمرونة في اقتصادنا بشكل خاص واقتصادات الدول الأعضاء بشكل عام. واجهت مصر مثل العديد من الدول تحديات كبيرة خلال السنوات الأربع الماضية، وقد اختبرت التحديات الماضية والحالية قدرة الاقتصاد المصري على الصمود، ولكنها أتاحت لنا أيضا فرصا لإعادة التفكير والابتكار وإعادة البناء. فنصب تركيزنا حاليا على تحقيق الاستقرار في اقتصادنا وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المناسبة لتعزيز النمو والمشاركة بشكل أعمق مع القطاع الخاص وطمان ترجمة النمو الاقتصادي في فوائد ملموسة لجميع شرائح مجتمعنا وخاصة من البشرية. وتتوافق أولويتنا الاستراتيجية مع المهمة الأساسية لبنك التنمية الجديد، ونحن ملتزمون بالاستثمار في البنية التحتية التي تدفع النمو الاقتصادي الشامل وتخلق فرص العمل وتشجع التوصل الحضري المستدام. بالإضافة إلى ذلك فإننا نركز على التحول للطاقة النظيفة والمستدامة مع التركيز على مشاريع الطاقة المتجددة التي نحاول أن تلبي مطلبنا المتزايد التي لا تلبي طلبنا المتزايد فحسب، بل تعالج أيضا ضرورات تغير المناخ. ويعد هذا المشروع وغيره من المشاريع في البنية التحتية والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه وتعزيز دور القطاع الخاص من المجالات الرئيسية التي تركز عليها الحكومة المصرية في الفترة المقبلة. وفي العام المالي الجديد فإن موازنة مصر تستهدف تحقيق تلك الأهداف من خلال استهداف تحقيق معدل نمو حقيقي قدره 4.2، وهو المعدل الذي نحاول حتى أن نتعداه لتلبية تلك المتطلبات. ويعتبر بنك التنمية الجديد شريك بالغ الأهمية في دعم أجندتنا التنموية، ومن خلال أدوات البنك المالية وخبراته المتعددة تمكننا من تحديد والبدء في وضع الأسس للمجالات والمشاريع الرئيسية التي تعتبر حيوية لتنميتنا الاجتماعية والاقتصادية ولتشمل قطاعات حيوية للتنمية الاقتصادية المصرية مثل النقل والخدمات اللوجستية وإدارة المياه والطاقة النظيفة والتنمية البشرية. وكلها تشكل استثمارات مهمة، ويعتبر بنك التنمية الجديد عنصرا أساسيا في مساعدتنا على بناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة في ضوء تلك الأهداف لمواطنينا. إننا نرى إمكانات هائلة لمزيد من التعاون بين الدول الأعضاء للبنك وبين دولهم،
حيث تضمت رؤيتنا للمستقبل تسخير قوة التكنولوجيا والابتكار لدفع التحول الاقتصادي، ونحن ملتزمون بخلق بيئة مواتية للتحول الرقمي في كافة مجالاتنا، وتعزيز ريادة الأعمال وبناء اقتصاد قائم على المعرفة. كما أننا ندرك أهمية التعاون الإقليمي، ومن خلال الاستفادة من منصة بنك التنمية الجديد، فإننا نهدف إلى تعزيز تكاملنا مع الدول المجاورة، وتعزيز التجارة والاستثمار والرخاء المشترك، وبالأخص القارة الأفريقية الممثلة من خلال دولتين، آسف، الممثلة من خلال ثلاث دول، مصر وجنوب أفريقيا وأثيوبيا، حيث تمتلك إمكانات هائلة لبنك التنمية الجديد للتوسع فيها، وبفضل مواردها الهائلة وسكانها الديناميكيين، فهناك فرص هائلة للنمو التعاوني والتنمية. وفي ضوء ذلك، أود أن أشير إلى التزام الحكومة المصرية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة من حيث القضاء على الفقر والحد من عدم المساواة وضمان الوصول إلى التعليم الجيد والرعاية الصحية لجميع مواطنينا، وأن الدعم الذي يقدمه بنك التنمية الجديد في هذه المجالات لا يقدر بثمن، ونحن نطلع إلى تعميق شراكتنا لتحقيق هذه الأهداف الحاسمة. وفي الختام، أود أن أعرب عن عميق امتناني لبنك التنمية الجديد لدعمه وشراكته الثابتين بشكل، ويشكل اجتماع اليوم والجلسات اللاحقة خطة مهمة في رحلتنا معا لاستكشاف آفاق جديدة، وأشجع جميع الحاضرين على المشاركة في مناقشات مثمرة وتبادل الأفكار واستكشاف الحلول المبتكرة التي من شأنها دفع تقدمنا الجماعي معا، حيث يمكننا خلق مستقبل شامل ومستدام ومزدهر للجميع. فدعوني نغتنم هذه الفرصة لتعزيز روابطنا والاستفادة من نقاط قوتنا المشتركة ورسم مسار نحو مستقبل أكثر إشراقا، وشكرا جزيلا لحضراتكم.